اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين حلقتنا من سوبر ليج. وتعالوا بقى نرحب بالصديق العزيز الناقد الرياضي المتميز طارق طلعت. يا طارق، مساء الفل. مساء الفل عليك يا اسلام، اخبارك ايه؟ كله تمام، كله بخير الحمد لله رب العالمين. دوري ابطال افريقيا راجع بقوه، الكونفدراليه شفنا الجوله الاولى، بسم الله ما شاء الله الاربع فرق المصريين الاربعه كلهم عدوا الحمد لله، والامور ماشيه. واعتقد لو بدانا من دوري ابطال افريقيا، فبعد فوز الاهلي المباراه الاولى، اما تبص كده على المجموعه هتلاقي ان اورلاندو بايرتس، وهتلاقي بيلعب اورلاندو بايرتس مع شباب بلوزداد، ودول الاثنين المنافسين صحيح اللي مع الاهلي يعني في المجموعه، ويبدو ان فرق جنوب افريقيا ماشيه ورا الاهلي في كل حته. صحيح، فواضح ان اورلاندو بايرتس اسهمه طالعه جدا، ويا اخي برضه عايزين يلعبوا الساعه 3. صح، فجمهور الاهلي برضه عايز يعرف ايه الفكره في الساعه 3. بص يا اسلام، هو فكره اللعب الساعه 3 دي، انا نفسي من كتر الجمهور ما بدا، واحنا كمان كاعلام واداره ولاعيبه، من كتر ما صعبنا الموضوع على نفسنا، الموضوع اصبح يعني زي ما بيقولوا الدبه السوداء، يعني او الدبه السوداء زي ما بيتقال، ان احنا بدانا ان احنا نخاف منه. يعني جنوب افريقيا يعني هنروح نلعب الساعة 3؟ طبعا ده اكيد ده تراب للفرق المصرية، هم عاملين كده علشان يجهدوا اللعبة المصرية اللي احنا بنتدرب بشكل معين في وقت معين. لكن محدش فكر يسأل ايه الاسباب الحقيقية وراء ان فرق جنوب افريقيا بتلعب الماتشات في ضوء النهار. احنا يعني في سوبر ليج بدأنا ان احنا نسأل ونكلم كذا حد، سواء مسؤولين، سواء مسؤولين في الأندية، مسؤولين في الاتحاد، حتى صحفيين. فخلصنا الى كام سبب. رقم واحد، ان عادة هم بيحبوا يلعبوا الماتشات بتاع دوري ابطال افريقيا عادة بتبقى في يوم ويك اند مثلا، سواء سبت او حد، فهم بيفضلوا ان الماتشات دي تتلعب بالنهار علشان يضمنوا ان في تذاكر اكتر تتباع، في جمهور صح يبقى حاضر بقوه، خاصه ان الناس بتبقى مأجزة اليوم ده، ساعات بيفتحوا لهم الملعب مجانا تماما. يعني احنا بنشوف ده، سان داونز بيعمل ده على طول. فكره سان داونز بيعمل دي على طول يا اسلام برضه هي ليها مغزى، لان اللي الناس ما تعرفوش ان يعني الشعبيه الاولى والثانيه في جنوب افريقيا هي لاورلاندو وكايزر تشيفز. سان داونز بياتي في المركز الثالث من حيث الشعبيه. بنشوف ان هم بيفتحوا الحضور مجانا وفي حفلات، فده بيغري الناس ان هم يبقوا حاضرين بقوه في الماتشات. نفس الامر بالنسبه لاورلاندو، قرروا ان هم يلعبوا الماتش في النهار. في سبب تاني برضو اسلام مهم جدا، وهو بيتعلق بجانب ربما لاول مره يتقال ان هو جانب انساني. ادارات الانديه في جنوب افريقيا بتحاول تخلي ان الماتشات المهمه تكون في ضوء النهار، خاصه ان في معدل كبير للجريمه، فهم بيبقى عندهم تخوف على الجمهور من الناحيه الامنيه، بيفضلوا ان الجمهور هم مروحين يعني. طبعا الجمهور طبعا معظمه بيجي بوسائل النقل العام، فيها بالذات البوينت دي اسلام فيها اكبر عدد برضو من ارتكاب الجرائم، فهم بيحاولوا ان ما يبقاش في خسائر على مستوى الجمهور، سواء بقى خسائر ماديه او سواء خسائر في الارواح. نتمنى السلامه للجميع، علشان كده هم بيفضلوا ان الماتشات تتلعب وتخلص في ضوء النهار، بحيث يبقى بادرة امان شويه للجمهور ان هو يقدر يروح بسلام وامان بعيد عن اي مشاكل. دي طبعا معلومه يعني مشكورا عليها، لان مش ناس كتير عارفه فكره يعني الناس بتسمع كتير ان في مشاكل امنيه بتبقى موجوده هناك بالليل، واللي بيروح هناك بيبقى بالليل ما بيخرجش من الاوتيل او ما بيخرجش من السكن اللي هو متواجد فيه. صحيح. بلس الجزء التسويقي ان هم بيلعبوا في ايام الاجازات، فبيفتحوا الملعب للناس، يضمنوا حضور جماهيري كبير بكل تاكيد. وبرده ستيل انا نادي بلعب قدام فريق في مناخ بقدر العب فيه الساعه 3 العصر، فهو بيختار الميعاد ده. زي ما احنا لما نيجي نلعب مع اي فرقه من افريقيا، احنا بالنسبه لنا الساعه 7 و8 بالليل في ملاعبنا هي الافضل بكل صحيح. تاكيد، فانا اكيد هختار الميعاد ده. صحيح. هم بداوا كمان، المشكله بقى مش في اللي احنا قلناه كله، المشكله ان هم فعلا بداوا يفطنوا ان احنا عندنا ويك بوينت زي ما بيقولوا، ان احنا نلعب بدأنا نقلق خلاص في الوقت ده، عشان احنا كده اتكلمنا المفروض تمرين الاهلي وتمرين الزمالك، تمرين بيراميدز يبقى فيه حصه بدري. صح. بدري جدا، يبقى في ماتشات للاهلي والزمالك في نفس التوقيت اللي هو في وسط اليوم. بنشوف الترجي، بنشوف حتى ممكن ديربي كازابلانكا يتلعب بالنهار عادي. دي كلها محاولات ان هي تجهز الفرق المصريه ان هي تبقى جاهزه تلعب في اي اتموسفير. طيب السؤال بقى فنيا، اورلاندو بايرتس ظهر بشكل كويس جدا قدام شباب بلوزداد، المباراه اللي هم كسبوا فيها 2-1، وعنده مجموعه كبيره من اللعيبه الصغيره وعنده مواهب. الفرقه دي
هي المنافس الحقيقي للاهلي ولا شباب بلوزداد كمان تقدر تبقى ماشيين الاثنين راس براس مع الاهلي؟ لا هما الحقيقه هما الاثنين منافسين منافسين اقوياء جدا، لازم الاهلي يعمل لهم الف حساب. لكن اورلاندو عندهم قصه غريبه جدا يا اسلام، بدات من اخر فاينل دوري ابطال افريقيا الفرقه كانت فيه، وبالمناسبه كان هو قدام النادي الاهلي في 2013. الاهلي وقتها قدر ان هو يحسم اللقب، طبعا كانت مباراه دراميه للناس طبعا اللي تفتكر، وكان اللقب الثامن. من وقتها اورلاندو هم بيحاولوا ان هم يرجعوا للنقطه دي في دوري الابطال، لان هم وصلوا يعني خلال اخر سنه او سنتين وصلوا لنهائي الكونفدراليه، لكن الوصول لدوري الابطال ده كانت رحله متعبه جدا يا اسلام عشان يرجعوا تاني، غيروا عليها مدربين كتير. هم كمان من الفرق اللي عندها توجه او عندها مدرسه زي صن داونز من ناحيه المدربين، جربوا مدربين كتير بما فيهم رولاني ماكوينا المدير الفني الحالي للوداد، وصن داونز هو كان بشكل مؤقت. لكن ده يقول لك يا اسلام الفكر اللي كان عند الاداره او اللاين اللي هم عاوزين يمشوا عليه عشان يوصلوا لحد المدير الفني، وصلوا في مرحله من المراحل لجوزيف زيمباور مدرب الماني قدر ان هو يخلي الفرقه ليها شكل كويس وليها ستايل في اللعب. الراجل جاله عرض فاضطر ان هو يمشي، بداوا الرحله من اول وجديد لحد ما وصل الراجل الاسباني خوسيه لويس ريفيرو، مدرب اسباني عنده 47 سنه، مدرب شاب عنده فلسفه جديره بالمتابعه اسلام زي ما تابعنا قبل كده رولاني ماكوينا في صن داونز من بقالي فتره. يعني هو المدير الفني مسك الفرقه تقريبا في 22 من وقت لما مسك، وانا بتابع على طول خطواته، بتابع نتائجه. المدير الفني يعني عنده سياسه الاعتماد على العناصر الشابه من اكاديميه اورلاندو. وطبعا انا سمعتك في الفاصل بتتكلم عن جوزيه جوميز وان هو يعتمد على اللعيبه الدوليه، وحتى الاهلي يعتمد على اللعيبه الصغيره، مش بنقول فعلا ان هم ياخدوهم يشركوهم، لكن فعلا يا اسلام احنا بنلاقي ان الفرق الثانيه والفرق اللي بتنافس على نفس المستوى لا اشركوهم طبعا خلاص. يعني احنا بنتكلم ان عنصر الخبره في خط هجوم اورلاندو مواليد سنه 2000 اصلا، يعني عنده 24 سنه، ده الخبره يعني اللي هو مكجوبه اساميهم صعبه شويه. احنا بنتكلم لعيب مواليد 2000، ده عنصر الخبره في خط الهجوم. احنا بنتكلم على لعيبه تانية من الاكاديميه مواليد 2004، احنا بنتكلم في 20 سنه. بالمناسبه فرقه، حتى الفرقه المزنبقيه اللي كانت بتلعب الزمالك في الكونفدراليه كان عندهم بلاك بولز، كان عندهم لعيبه اسلام تخيل عمره كام؟ 16 سنه. طب هو ليه ما جاش معاهم عشان يلعب الزمالك؟ اكيد عشان معهوش باسبور ده. لا احترف في البرتغال. احترف في البرتغال؟ والله؟ طبعا. انا بهزر بقول لك معهوش باسبور. لا لا لا, لا احترف؟ احترف في البرتغال. يعني حتى بنتكلم الفرق، انت كاهلي وزمالك وكبيراميدز انت ما عندكش، وحتى المصري ما عندكش رفاهيه بالذات الاهلي والزمالك، خلينا اقول طبعًا ان انت تجرب لعيبه. لكن بص حواليك، شوف الناس بدات تشتغل باني طريقه وباي اسلوب علشان يبداوا ان هم ينافسوا. الغريب يا اسلام ان هم بينافسوا معاك في نفس الليفل وربما في نفس البطوله طبعًا. النهارده كمان يعني الجمعه، مش هنقدر نقول اسبوع او 10 ايام، الاعلام انتقد ريفيرو بشكل كبير جدا. انت ازاي بتعتمد على لعيبه صغيره في السن 20 و19 والكلام ده كله. فهو قال انا فلسفتي ان انا ما بشوفش عمر اللعيب، انا بشوف جاهزيته. لو لعيب جاهز وعنده 16 سنه ومؤهل ان هو يلعب انا هلاعبه، لو لعيب عنده 35 سنه وجاهز ان هو يلعب انا هلاعبه. الفكره اسلام ان انت شفت المستوى اللي ظهروا بيه قدام شباب بلوزداد، فرقه يعني ربما تكون عندها طبعا خبره كبيره شباب طبعًا. بلوزداد، لكن بعناصر الشباب قدر ان هو يعمل نتيجه كويسه. طبعا كل في وخلي بالك طريقه لعبهم زي ما انت بتقول، طريقه لعبهم بتبقى صعبه علينا. اولا الاهلي ما لعبش قدامهم قبل كده، وده يعني مشابه قوي لفكره تطور سان داونز في السنوات اللي فاتت. بالظبط، هم الحقيقه بيجيبوا مدربين كويسين جدا، عندهم ادارات سكاوتنج اكتر من ممتازه، بيبقى عندهم كشافين بيجيبوا لعيبه كويسه جدا، سواء بقى بيطلعوا من الاكاديميات او بيجيبوهم من بره. وانا حاجه كمان على الراجل بتاع موزمبيق، اللعيب اللي طلع ده راح البرتغال،
بورتو البرتغالي لسه فاتح اكاديميه في انجولا. صحيح. وعنده اكاديميه اوريدي في موزمبيق. فهم اوريدي فرق البرتغال دي بتحس ان هي بتعمل شوبينج في كل البلاد الافريقيه الناطقه بالبرتغاليه. بالظبط. يعني احنا بنشوف لو جاز التعبير ان هي سلعه فاحنا بنعتبرها ان هي سلعه سهله بيقدروا ان هم يشتروها ربما بمبالغ ضئيله وضئيله جدا. لعيبه بيبقى عندها طموح. متخيل لما لعيب يخرج اوروبا وهو عنده 16 سنه بعد 10 سنين هيبقى في البيك وهو يبقى عنده مكتسب خبرة 10 سنين. احنا عندنا لعيبة هنا كبيرة جدا ما قدرتش تحصل خبرة 3 سنين او 4 سنين في او سنة في المعتركات الاوروبية. لفت برضو وانت بتتكلم على وتحليلك لمباراة ريال مدريد وليفربول بنتكلم قد ايه سواء هنا ريال مدريد او ليفربول اعتمدوا على لعيبة جاية من الاكاديميات. فظن ان جه الوقت الاهلي والزمالك ان هم يبدأوا يبصوا للعناصر اللي هي تحت على الاقل. على الاقل اسلام في كل 10 ممكن نلاقي 3 قادرين ان هم يلبسوا تيشيرت اهلي وزمالك. اتمنى يا رب. طيب تعالى نروح للمغرب. الرجاء المغربي مع الجيش الملكي. ماذا يحدث في الرجاء؟ خساره 2-0 واضح ان الامور في النتائج الاخيره مش مظبطه خالص مع المدير الفني الجديد للرجاء المغربي. بص في الحقيقه يعني احنا ما نقدرش نوصف الوضع في الرجاء غير ان هو في زلزال في الرجاء. زلزال. زلزال وزلزال كبير جدا بدا من نهايه الموسم. حتى جمهور يعني طبعا احنا شفنا مع الراجل اللي احنا ذكرناه مع اورلاندو بيرتس اللي هو زيم باور. أوكي. الراجل ده قدر ان هو في فتره بسيطه جدا يتاقلم مع فرقه الرجاء المغربي. قدر ان هو يرجع تاني للانتصارات بثنائيه طبعا مميزه. لكن في نهايه الموسم اللي فات حصل شويه مشاكل. الراجل جاله عرض ضخم جدا جدا من الوحده. كان الاتجاه وكانت تصريحات الراجل ان هو يكمل خاصه ان هو كان مرتبط بكلمه معينه مع محمد بودريكا رئيس نادي الرجاء. محمد بودريكا حصلت له ازمه وتم اعتقاله لاسباب جنائيه. هو رهن التحقيق دلوقتي. من وقتها بدا فعلا الزلزال يا اسلام زي ما احنا اتكلمنا. أوكي. زيمباور خلاص هو الراجل اللي متفق معاه والاتفاقات على الورق بينهم ربما تكون بشكل شخصي كانت بشكل ودي بعد كده هتتطبق على الورق. فالراجل قرر خلاص ان هو ينهي فترته مع الرجاء ويبدا مغامره جديده مع الوحده السعودي. بالمناسبه هو مشي من 3 أيام او 4 أيام. بدا بعدها اداره الرجاء دخلت في نفق مظلم ادى الى الزلزال اللي احنا بنتكلم عليها اسلام. أوكي. محاولات لمدير فني. تم التعاقد مع مدير فني من البوسنه. ما كانش عنده قبول بالمره خالص اسلام لا من اللعيبه ولا من الجمهور. النتائج ما بقتش مميزه خالص لحد ما وصلوا لي المدرب البرتغالي سابينتو. هو مش غريب على المنطقه العربيه. هو في 2016 كان مدير فني للفتح السعودي. قدر في الفترة دي اسلام ان هو يخلي الفتح السعودي ليه رونق وليه شكل. بعد كده المدير الفني بدأ رحلات مختلفة في أندية مختلفة في قارات مختلفة. لكن ابرزها كان استقلال طهران وكان عنده تجارب في اوروبا. لكن هو ما كانش بيكمل في نادي اكتر من سنة. النهاردة بعد تعيينه والجماهير كانت متفائلة بيه. النهاردة بعد تعيينه بلعب 6 ماتشات لم يحقق الفوز في اي مباراه. هل دي صعب قوي. هل دي المشكله الوحيده؟ لا مش المشكله الوحيده طبعا. الفتره اللي احنا بنتكلم فيها 5 تعادلات وخساره اخيره صح كده. الخساره الاخيره مع الجيش الملكي في دوري الابطال. اخر بطوله كان حققها الرجاء على ما اتذكر كانت برضو مع قدام الجيش الملكي. لكن ما قدرش لحد النهارده ان هو يقنع. يعني حتى مثلا جمهور الرجاء او المتابعين او الصحفيين المتابعين للرجاء هم مستنيين يشوفوا من سابينتو اي اماره زي ما احنا بنقول باللغه الدارجه. هم عندهم يقين او عندهم اعتقاد جمهور الرجاء ان هم بيستمتعوا باسلوب الرجاء وبالدي ان اي بتاع الرجاء اللي هو بيتمثل اسلام في الاستحواذ والكره على الارض. أوكي. وفيما بعد انت عندك من الزاد البشر اللي يقدر يخليك تروح المرمى مره واثنين وثلاثه. هم مش شايفين كده مع سابينتو. فالامور متوتره. ليه بنقول ان هو في زلزال؟ لان 6 ماتشات منهم ماتش صح. وبالذات كمان لما تخسر في بطوله قاريه من منافس محلي الامور وقبليها قبل كده الديربي مع الوداد. مع الوداد كان في تعادل. فنقدر نقول ان هي نتيجه ما يعني مقبوله خاصه ان هو ديربي. لكن الجمهور مش معجب خالص او مش مبسوط خالص حتى بان طريقه اللعب او خصال الرجاء نفسها ما بقتش موجوده. ما بقاش في سيطره. طبعا ده هياخد وقت. لكن هل
الامور تقدر تسعف سبينته. ده السؤال بقى، هل الرجاء هيبدا يعود للطريق الصحيح، خاصه في نقطه مهمه يا اسلام، ان الرجاء كان بيعول ان الوداد مش موجود في في البطوله، في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه السنه دي، فكان هيبقى برضو الطريق ممهد قدام الرجاء. احنا شفنا قد ايه الفرق المغربيه يعني بتقنع وتمنع وتمتع في دوري الابطال او في الكونفدراليه. النهارده لا، الطريق للرجاء صعب طبعا، قدامه برضو منافس الجيش الملكي طبعا. ربما الناس ما شفتوش في دوري الابطال من فتره، لكن الجيش الملكي من الفرق الكبيره والفرق العريقه والفرق اللي عندها خبره والقاب في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه. مليون في الميه. هستاذن حضراتكم نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع طارق. طبعا اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. اما كنا بنتكلم في الاول وكل حلقه غالبا بنتكلم على لعيبه صغيره في السن 18 19 قدام فرصه، في لعيب اسمه ادامة كوليبالي بيلعب في الهلال السوداني، قالب الدنيا في افريقيا وهو هداف الدوري الموريتاني، لان الهلال والمريخ بيلعبوا في الدوري الموريتاني، ومسجل جون حلو قوي قدام يانج افريكانز. لعيب 18 سنه، موهبه كبيره جدا جدا جدا. مين عم ادامة كوليبالي ده وطلع لنا امتى يا طارق ومكسر الدنيا وفجأة كده بقى نجم؟ بالظبط، يعني احنا بدأ لما الهلال شارك طبعا في الجولة الأولى في دوري الأبطال، بدأ اللاعب يظهر بتحركاته، بسنه الصغير، بالمكان اللي هو جاي منه، بالميكانيزم نفسه وإسلام اللي قدر إن هو يبقى موجود في دوري الأبطال. ده لعيب منضم من فرقة يعني قليلة جدا أو مش معروفة في الدوري المالي، فرقة الهلال. طبعا لك أن تتخيل إسلام كم الظروف الصعبة اللي بيعاني منها الهلال السوداني، لدرجة أنه هو زي ما أنت قلت بيلعب في الدوري الموريتاني، لكن لسه في فريق كشافين، هم شايفين أن عندهم فريق كشافين شغال عادي لا يتوقف يا إسلام، وهم عارفين أن الأمور في الوقت الحالي ما تسمحش أن هم يجيبوا لعيب من أبو مليون دولار. وده بكام؟ ده من أبو كام؟ ده أبو 200 ألف دولار. بجد والله؟ 200 ألف دولار؟ 200 ألف دولار. فاهم ازاي؟ ده موقع يعني موقع 5 سنين. يعني استثمار رائع جدا في الهلال. احنا شفنا طبعا هو مسجل هدف الهلال. عنده كام سنه طارق؟ معلش، 18 سنه. بسم الله ما شاء الله، 18 سنه. فانت برضو بتتكلم على لعيب هو الاستثمار فيه على المدى القريب كسبان، على المدى البعيد كسبان. ربنا طبعا يبعد عنه الاصابات والحاجات دي، لكن احنا شفنا له الجول بتاعه يا اسلام في يانج افريكانز، جول مميز جدا. طب هل احنا بنحكم على لعيب من جول؟ لا، انت طبعا راجل محلل وعندك من الخبره، شوف تحركه، شوف استلامه للكوره، شوف قد ايه هو بيفايت، شوف هو ازاي بيفنش تحت ضغط جمهور وتحت ضغط لاعب بينافس معاه. بالمناسبه كمان هو بعد 7 ماتشات في الدوري الموريتاني في الموسم الجديد هو الهداف برصيد 5 كمان ما شاء الله اهداف. مش هو اللاعب الوحيد، الفريق السكاوتنج في نادي الهلال، ومن هنا احنا بنقدم لهم طبعا الشكر او التقدير للجهد اللي هم بيعملوه. عرفوا ان هم مش قدروا يجيبوا لعيبه بمبالغ كبيره، فبداوا يشتغلوا على اللعيبه الصغيره زي ما انت نوهت في البدايه، اللعيبه اللي هي الاتمان عندها يعني زهيده طبعا الى حد ما، علشان تناسب الخطه بتاعه ظروف النادي، ظروف النادي والخطه سواء على المدى القريب او المدى البعيد. يعني ده جزء اصلا مهم جدا. احنا ممكن نقعد كلنا والساده المشاهدين يقعدوا يعدوا كام لعيب وصل لانديه كبيره في مصر، اهلي زمالك، بفلوس بملايين وما لعبش، واكتشف انه عنده مشاكل، واصل ده مش ملائم للاهلي، ده مش ملائم للزمالك، وايل ان بشغل يعني ليه علاقه بموضوع الكشافين والسكاوتنج والعلم تقدر تجيب لعيب زي ما انت قلت على بادجت قليله جدا، ويكون موهبه كبيره قوي، وكمان كام سنه تبيعه باضعاف اضعاف ما عملته. فتحيه الحقيقه للكره السودانيه كلها، يعني المنتخب والانديه، على تحدي الظروف الصعبه اللي هم فيهم. نتمنى لهم يا رب دايما كل التوفيق. الحقيقه الموضوع الجاي انت بتتكلم معانا عن يانج افريكانز تحديدا، وبرضه شيء عظيم اللي يانج افريكانز بيعملوه فيما يتعلق بتسويق التيشيرت الخاصه بيانج افريكانز وتعظيم موارد النادي، لان في الاخر دي فلوس بتنعكس عليهم في شراء لعيبه، فبتنعكس عليهم في المستوى الفني. صحيح، يعني احنا في البدايه عاوزين ننوه ان سيمبا ويانج افريكانز هما من الانديه اللي شاطرين جدا من الناحيه الاقتصاديه، من ناحيه المداخيل. هو عنده بدل البند 10 يقدر يدخل منه منه حاجات، سواء بقى اعلانات، سواء ايفنتات هم بيعملوها، لكن هم عندهم قاعده جماهيريه كبيره يقدروا ان هم يكسبوا منها من الناحيه الاقتصاديه.
الايام اللي فاتت وبالتحديد شوف برضو يا اسلام يعني الذكاء في نقطه. يانج افريكانز الاسبوع اللي فات او تحديدا يوم السبت كان عنده ماتش مع الهلال خلاص هم هيلعبوا في دار السلام. اداره النادي يانج افريكانز شافوا ان الوقت ده هو وقت مناسب جدا ان انا ابدا اعلن عن التيشيرت بتاعي. التيشيرت يا اسلام مكسر الدنيا حرفيا، سواء من ناحيه التصميم، سواء من ناحيه الالوان، سواء من ناحيه يعني الهويه الافريقيه. طبعا حاجات احنا ما بقيناش نشوفها في تصميماتنا كلها في الانديه المصريه. انت بتروح لشركه حتى لو براند كبير، هو بيروح جاي مديك حاجه هو موجوده لكل الانديه، وانت بقى حط بقى الشعار ويلا توكل على الله وورينا ورينا اللعب. لكن احنا بنشوف تيشيرت فيه تصميم مختلف، فيه الوان مختلفه. فاداره يانج افريكانز قررت ان هي تعمل حاجه ربما تكون زي ما بنقول يعني فكره مستهلكه، لكن هي فعلا بدات تجيب نتيجه. ان هم قالوا ان في ايفنت مهم في النادي اللي هي ليله الماتش، تعالى اشتري تيكت الماتش وتعالى في تخفيضات على التيشيرت. والله فاعداد هي باكج كده، اتنين تبقى تشتري التذكره وخد التيشيرت. بس انت برضو هتدفع على التيشيرت، انت مش تاخده ببلاش بس بسعر مخفض. لكن هو قدر يجمع اكبر عدد من الجمهور في مكان واحد، كده كده جايين ياخدوا التذاكر. فتعالى التذاكر اهي حلوه بقى انت خدتها، تعالى شوف التيشيرت في لون ذهبي، في لون اخضر، في لون اسود، في مش عارف ايه. والتيشيرت يعني هو بالمناسبه هو يعني كان في كاتيجري معروض ب 30 دولار، ربما يكون مبلغ كبير، لكن انا متاكد ان هو في كاتيجوريز كانت اقل باسعار، فيما يتعلق كمان بالكواليتي بتاعته والاسعار. باسعار احنا مش بنتكلم على المبلغ قد ما احنا بنتكلم على فكره، على جزء مهم جدا في اقتصادات في الاقتصاد الخاص بالانديه. انا ما بقتش اشوفه يعني ولا في الاهلي ولا في الزمالك، والسوق ده متروك طبعا يعني في الهواء الطلق كده، ممكن يبقى يدر دخل كبير جدا على الاهلي والزمالك. نتمنى يا رب ان ده يتم تداركه الفتره الجايه. طارق انا بشكرك، شكرا جزيلا، نورتني وشرفتني. عفوا يا اسلام، ربنا يخليك يا رب. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده من سوبر ليج. يا رب نكون قدرنا نقدم محتوى ممتع ومفيد يليق بكل مشاهدي ومتابعي قنوات اون تايم سبورتس. والى ان نلتقي، لكم مني كل التحيه.